صلى الفجر بالوضوء، وبعد الفجر رأى على ملابسه أثر جنابة، على سراويله أثر المني، ماذا يصنع؟ هل يقول صليت وانتهى؟ الجواب لا، يغتسل ثم يعيد الصلاة. طيب لو وجد هذا الساعة العاشرة ضحا ماذا يصنع؟ الكلام نفسه. طيب هل يجوز أن يؤخرها إلى غد مع صلاة الفجر؟ هذا يفعله الجاهلون، وأما من عنده علم فيعلم أن هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي مباشرة. قال تعالى وأقم الصلاة إيش؟ لذكري. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أصل الحديث في الصحيحين وهو حديث أنس رضي الله عنه.